شفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال إذا أقيمت الصلاة العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال عامر بن شراحيل الشعبي يا أشعر فحبتني 30 سنة فما حفظت عني؟ قال له 3 أحاديث. قال له 30 سنة تحفظ 3 أحاديث ومع ذلك أدنى عندك؟ قال له رام أخرج مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها سيد الطعام اللحم. قال له لا. والثاني قال له أخرج مش عارف مين عن ابن عمر ولا عن ايه انتبه الحديث اللي انت قلته لا ليس من البر الصيام في السفر بر من صيام من سفر يعني انت مسافر ما تصومش اي ماشي الثالثة قال له اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء قال له يعني كلها اكل في اكل شو الحكمة مولانا عشان ما يفكر بالاكل ها بالصلاة لا يعني حكمة تقديم الطعام انه ما يفكر الواحد ايوه ان الواحد ما يفكر في ما يشغل بشيء زي لا لا اللي هو بيقول ايه لا تصح الصلاة بل ثلاثة لا ترفع صلاة فوق رؤوسهم شبرا من اما قوما هم له كارهون واثنان متصارمان يعني اثنين متخاصمين ما يصلوش جنب بعض تفكروا فاثنان من الصواع امرأة باتت وزوجها عليها صاحب. شكرا سيدي.